قبل لا أسافر كنت أسمع الكل يحذرني أو ينبهني من تعامل الشعب الروسي. كنت أسمع أن شعب عنصري، شعب فظ في التعامل، فيه بعض الجلافة، يعني بحيث أنه ما يبتسم لك ودائما مش ودود. فهل هذا الشيء صحيح؟ هل فعلا الشعب الروسي يعني شديد في التعامل وفظ؟ في الحقيقة لمست الشيء هذا فعلا في العاصمة موسكو وفي بعض المدن الرئيسية مثل سانت بطرسبرغ. لكن إذا انتقلنا للأرياف وانتقلنا للبلدان الصغيرة بنلاحظ بساطة في تعامل الشعب مع السياح بالتحديد ما نلاقيها في العواصم. ولو رجعنا لماضي روسيا، ولو رجعنا في تاريخها قبل 150 أو قبل 200 سنة، بنلاحظ أثر التعامل الاتحاد السوفيتي مع شعوبها اللي في العادة يعكس على أطباع شعوبها. فأنا شخصيا ما ألوم إذا شفت مثلا بعض من الشعب الروسي عنصري أو بعضهم مثلا مش ودود زي ما احنا تعودنا في بعض الدول، لأن شعب روسيا يعني شعب ضخم جدا، مترامي الأطراف، روسيا دولة كبيرة، فاستحالة أن كل روسيا فيها نفس الطبع الواحد. أنا قبل لا أسافر إلى روسيا حاولت أني أتعلم بعض من الكلمات الروسية وعلى الأقل الأحرف، يعني هم يستخدمون الأحرف الإنجليزية ويستخدمون بعض من الأحرف الروسية الخاصة فيهم، وفي اختلاف كبير أحيانا في ناحية النطق. يعني أحيانا نلاحظ حرف الـ N ينطق I عندهم، أو نلاحظ مثلا الـ F ينطق بشكل ثاني، أو مثلا حرف الـ K ينطق بشكل ثاني عندهم. فممكن الواحد يتلخبط لما يزور روسيا لأول مرة إذا كان هو عنده خلفية إنجليزية. اللغة الروسية فيها 33 حرف، يعني هذا أكثر عدد أحرف أنا شفته إلى الآن. فمش من السهل إذا أنت يعني بتزور روسيا لأول مرة إنك تتأقلم على اللغة بسهولة، وخصوصا إن أغلب الشعب الروسي ما يتكلم إنجليزي. يعني واجهت بعض الإشكاليات في بعض الحجوزات. أنا أتذكر يوم من الأيام كنت في سانت بطرسبرغ وكنت أبي أحجز قطار إلى مدينة اسمها ريدكي نوفغورود. فجيت عند الشباك تذاكر، فقلت للأم نوفغورود، يعني بس كلمة نوفغورود، فلاحظت إني أنا ما أتكلم روسي، فقالت لي أطلع برا كذا، أطلع برا بكل سهولة. فإذا أنت ما تتكلم اللغة الروسية في العواصم الكبيرة ممكن تواجه بعض الاختلاف في التعامل، الأمر اللي ممكن ما يعجبك بالبداية. فالموقف هذا حصل معي مرتين، وكل المرتين هذه صارت معي في سانت بطرسبرغ. في موسكو لأنها عاصمة ممكن تلاقي بعض الأحيان أحد يتكلم اللغة الإنجليزية في أماكن السكن عموما، في الفنادق، في بيوت الشباب، في الهوستلات بشكل عام بنلاقي أحد يحكي إنجليزي. في بعض المطاعم بنلاقي القائمة أحيانا بالإنجليزي. في مدن زي أوفا، زي تيومين زرتها، كانت حتى القائمة حق المطاعم باللغة الروسية. فلازم يكون عندك خلفية روسية لو قليلة عشان تقدر تمشي أمورك في روسيا. أذكر مرة من المرات لما أخبرت أحد الأصدقاء أني بسافر إلى روسيا، أذكر كان يقول لي انتبه ترى في عصابات ويخطفونك وبيسرقون فلوسك وتراهم يضربونك في محطات المترو، فانتبه ترى روسيا مش آمنة، ترى روسيا خطرة جدا. مع العلم إني جتني أيام كنت أجلس يعني تقريبا خارج المنزل إلى الساعة 12 أو 1 الليل، فما واجهت أي خطر بالنسبة لي أنا، يعني اللي شفته في خلال 30 يوم في روسيا ما واجهت أي مشاكل. ما شفت اللي أنا كنت أسمعه، هل هو تأثير الإعلام، هل هو الأفلام اللي إحنا نتابعها، ما أدري. لكن الخطر وارد في كل مكان في العالم. في بعض الضواحي من بعد الساعة 8 الليل من الطبيعي أنه نسبة الأمن فيها يقل، فيعتمد على حسب مكان وجودك. لكن في الشوارع العامة ما شفت أي خطر. إذا كان في شيء بس يبين لك أنك أنت تنتبه منه في روسيا بشكل عام وفي الليل، أنه يعني الشعب الروسي بعضهم أو خلنا نقول أغلبهم بيشربوا كثير، بيحب المشروبات الكحولية، فنلاحظ تأثير الشراب الكحولي على بعضهم. تلاقي بعضهم فاقد لوعية، يمشي ويتونح، يشوفك سائح هو أساساً مش بوعي، فيحاول أن
ما أدري، يأذيك، يستفزك، يستهبل عليك. جتني مواقف كثيرة بالشكل هذا. واحدة من المواقف أتذكر، يعني إنه كنت في سانت بيترسبورغ وكنت مع مجموعة من الصحبة، فجيت أبي أدخل المقهى مع أصحابي في سانت بيترسبورغ، وأثناء دخولي في واحد يعني كان بيطلع من المقهى وشمت ريحته، يعني كانت ريحة يعني فايحة زي ما يقولون، وكان يعني واضح عليه أثر السكر، فما كان في وعيه، فما أذاني. كل اللي قال لي أتذكر قالها بالإنجليزي، يعني شافني صايح وكلمني بالإنجليزي، قال لي ويلكم تو روشا، ويلكم تو هيل. تخيل يعني قال لي أهلا بك في روسيا، أهلا بك في الجحيم. فأنا سكت، ما حتى كنت مصدوم من كلامه، فما أدري أضحك ولا أسكت، أخاف أضحك ويتمادى، فتنحيت على جنب ومشى. فحتى الشخص اللي فاقد الوعي يحاول يكون ظريف، لكن إنه أحد يأذيك، أحد يعني يلحقك بسلاح بسكين، أحد يحاول إنه يسرقك، ما نقول إنه مش موجود، موجود أكيد، ولكن بنسبة قليلة جدا، إلا إذا أنت كنت في أماكن مش مناسبة إنك أنت تكون فيها. أنا كنت في روسيا في شهر 6 وشهر 7 ميلادي، شهر يونيو وشهر يوليو، يعني يعتبر في الصيف، تعتبر أشهر صيفية. لكن لما وصلت إلى موسكو، فور وصولي لاحظت إنه درجة الحرارة كانت 18 درجة مئوية. في سانت بيترسبورغ أتذكر للساعة 11 بالليل كانت توصل درجة الحرارة إلى 7 أو 8 درجات مئوية، وأتذكر في آخر يوم لي وصلت درجة الحرارة إلى 3 درجات مئوية. في مورمانسك في دار في القطب الشمالي نفس الشيء، وصلت درجة الحرارة إلى تقريبا 7 درجات مئوية. فالأجواء عموما في روسيا باردة في الصيف. في بعض المدن الجنوبية زي مثلا جنوب روسيا بشكل عام، كانت درجة الحرارة تقريبا في النهار 22-23 درجة مئوية. أعلى درجة لمستها أنا شخصيا كانت 23 درجة مئوية، وأدنى درجة شفتها كانت 3 درجات مئوية في الصيف. الأجواء في روسيا بالنسبة لنا إحنا يا سياح تعتبر باردة، بالنسبة لهم كنت أشوفهم ما شاء الله يعني لابسين خفيف ومتعودين على أجواءهم هذه، لأنه في الشتاء توصل عندهم إلى 40 إلى 45 درجة تحت الصفر. فبالنسبة لنا إحنا، أنا كنت عن نفسي ماخذ معي جاكيت خفيف بحيث إنه ألبسه، يعني وكنت ألبسه طول الوقت في روسيا. في دارة القطب الشمالي كان الجو بالنسبة لي أنا بارد، فاضطريت إني أشتري بعض الأغراض بحيث إنه أقدر ألبسها. فإذا كنت بتسافر روسيا، نصيحتي لك احتاط زين، خليك محتاط من ناحية الجو، وخذ معك بعض الملابس اللي تدفيك في الصيف. أكثر ما عجبني في روسيا فعلا انتشار الإسلام. في موسكو يوجد فيها تقريبا ما يقارب 2 مليون مسلم في العاصمة فقط موسكو، وانتشار المساجد عموما بشكل عام في المدن الرئيسية موجود بكثرة. طبعا هذا الشيء يرجع إلى ماضي روسيا، يعني إلى ماضي بشكيريا، إلى ماضي كازان وتتارستان، كانت كلها جمهوريات إسلامية سابقة. فوجود الأثر الإسلامي ملموس إلى يومنا هذا، المساجد كثيرة في كل مكان، المطاعم الإسلامية موجودة في كل مكان، الأكل الحلال موجود في كل مكان، الشعوب يعني اندماج الشعوب بتلاحظ الناس جاي من كازاخستان، ناس جاي من طاجيكستان. فالتقيت أثناء جولتي في روسيا في أغلب المدن اللي زرتها، كنت أحرص على زيارة المساجد فيها. فزرت المسجد في مورمانسك، والمسجد في أوفا، وفي كازان، والتقيت في بعض المصلين، بعض الأئمة. فكان شيء جميل 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 للغاية، إنك أنت تشوف مسلمين يتحدثون اللغة العربية الفصحى. أكثر سؤال واجهته يعني من الأصدقاء عموما في الشبكات الاجتماعية بمجملها، كانوا يسألون عن التكلفة، هل روسيا غالية؟ هل روسيا مكلفة؟ كم كلفتك الرحلة؟ أنت سافرت 30 يوم، يعني تقريبا مجموع مصاريفك كم كانت؟ فدائما أنا أحرص إني أوضح إنه التكلفة تختلف من شخص إلى آخر، تختلف من دولة إلى أخرى، لكن في عندنا عاملين أوضحهم دائما اللي هم السكن والنقل. دامك أنت حرصت عليهم، إذا قدرت إنك أنت تخفض
من قيمة السكن وتخفض من مصاريف النقل، تقدر تسافر لأي مكان. روسيا بالنسبة لي أنا ما كانت غالية مقارنة ببعض الدول، فالسكن كنت أسكن في بيوت الشباب، والنقل كنت أستخدم النقل العام، فبالتالي قدرت إني أنا أخفض من مصاريف الرحلة كاملة مدة 30 يوم، ما صرفت مثل ما أنا كنت أتوقع إني أنا راح أصرف. بما أن روسيا دولة كبيرة في مساحتها وتعتبر أكبر دول في العالم، كيف أقدر أتنقل من مدينة إلى مدينة؟ بلا مبالغة، كل وسائل النقل المتاحة، سواء كانت من قطارات سريعة، سواء كانت من باصات، من طائرات، أو حتى سيارات. فأنا كنت أعتمد في نقلي الأساسي على القطارات السريعة أو القطارات البطيئة أحيانا، وكنت أعتمد برضو على الطائرة، وسافرت كم مرة بالباص. فكل الوسائل تقريبا جربتها في روسيا، وكلها جميلة وكلها مريحة الحمد لله، وأفضلهم أفضل بالنسبة لي القطار. فروسيا فيها شبكة قطارات متفرعة في أرجاء الدولة بأكملها، فالنقل من مدينة إلى أخرى ما راح يعني يكون عائق أو مشكلة بالنسبة لك، لكن الإشكالية ممكن يكون في اختلاف الوقت من مدينة للثانية. بالنسبة لي أشوف إن الأكل الروسي يعني ما كان لذيذ بصراحة، ما كنت يعني أستمتع وأنا آكل. إذا قلنا الأكل الروسي، أوكي، أكل أهل روسيا أنفسهم كان تقريبا شبه عادي يعني، لكن إذا انتقلنا إلى سيبيريا أو إلى بشكيريا وإلى جماعة التتار عموما، الثقافة اللي جت من دول أخرى مجاورة ونقلت إلى روسيا، فبالعادة يجيبون ثقافتهم ويجيبون أكلهم معاهم. فالأكل التتاري لذيذ جدا، عندنا البلوف، عندنا الجوتشوارا، أتذكر عندنا المكمود، في يعني أنواع كثيرة من الأكل، لكن كلها هذه أساسا هي أكلات روسية. فكنت أستمتع بالأكل التتاري أكثر، وكان دائما دسم. والسبب إن يكون هو دسم لأنه في الشتاء عندهم درجة الحرارة تكون منخفضة جدا، فالدهون تساعد على إنها تدفي الجسم أكثر. لكن عموما الأكل في سيبيريا أو في تتارستان عموما أفضل بالنسبة لي أنا وألد من الأكل في غرب روسيا، في موسكو، في سان بطرسبرغ، وأكلهم بعد يعني بعضها تقريبا مشابه لأكلنا، يعني من ناحية المنتو، من ناحية الأرز البخاري، من ناحية أنواع اللحوم. فبشكل عام يعني في بشكيريا أقدر أقول إنك ما راح تجوع أبدا. روسيا بلد جميل، بلد رائع جدا، بلد يحتوي على الكثير من الكنوز، لكن من المهم البحث العميق قبل ذهابك إلى روسيا، لأن روسيا دولة كبيرة فتحتاج إلى بحث وإلى تركيز هائل قبل سفرك إلى روسيا. وشكرا جزيلا.